أهلا بكم في موقع الشركة السعودية للكهرباء. يمكنكم إنشاء حساب خاص بكم على الموقع باتباع الخطوات التالية من الصفحة الرئيسية ضمن الحساب الشخصي. قم باختيار تسجيل. ستظهر لك صفحة تسجيل جديد. قم بإدخال البريد الإلكتروني، ثم أعد كتابة البريد المدخل في خانة تأكيد البريد الإلكتروني، ثم قم باختيار الفئة أفراد أو شركة، ثم قم بالضغط على تسجيل. ستظهر لك رسالة تؤكد إرسال رابط تفعيل الحساب إلى بريدك الإلكتروني. على بريدك الإلكتروني ستصلك رسالة تحتوي رابط التفعيل مرسلة من الشركة السعودية للكهرباء. قم بالضغط على رابط تفعيل الحساب وسوف ينقلك مباشرة إلى صفحة تحديث البيانات. قم بتعبئة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والاسم الأول واسم الأب واسم العائلة والجنسية والعمر وكلمة المرور والمدينة وصندوق البريد والرمز البريدي وعنوان خدمة واصل البريدية، ثم اضغط على تسجيل. ستظهر لك صفحة تفعيل الحساب. على رقم جوالك المسجل ستصلك رسالة تحتوي على رمز التفعيل مرسلة من الشركة السعودية للكهرباء. قم بإدخال رمز التفعيل في المكان المخصص له، ثم اضغط على تفعيل. ستظهر لك رسالة تؤكد نجاح تسجيلك في الموقع. قم بالضغط على رابط اضغط هنا الموجود في رسالة التأكيد لتسجيل الدخول. قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول واستفد من جميع الخدمات التي نقدمها من خلال الموقع لكم. الشركة السعودية للكهرباء، طاقة مثمرة. خدماتنا أسهل وأسرع على موقعنا www.se.com.